اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم على كل متابعيني، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. عملت لكم النهارده وصفه حلويات سريعه قوي وسهله، وكوبايه ونص بس من الدقيق تعملي طبق حلويات فاخر من الاخر، تحفه بمكونين اتنين، مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود، وهيعجب كل اللي ياكل منه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجوا عليه. نبدأ كده بسم الله. وحضر اول حاجة العسل او الشربات، هو عبارة عن كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين من المية، وادي الكوباية التانية. السكر ده حلو قوي وبيحلي الحاجة وما بيبقاش يعني مسكر بزيادة، بيبقى مظبوط. وبعدين هعصر بقى كده نص ليمونة، وممكن احط نص الليمونه بقشرها عادي، بتدي نكهه برضو حلوه قوي. وهجيب المعلقه واقلب الشربات تقلبتين ثلاثه كده لحد ما السكر يدوب، يبتدي ان هو يدوب حاجه بسيطه. وبعدين احطه بقى على النار لحد ما يغلي والسكر يدوب. خطوه ان انا بقلب السكر دي بتساعد ان السكر يدوب بسرعه وما يسكرش معايا، لاني مش بقلبه هو على النار. 10 دقايق بالظبط. وبعدين هطفي عليه وحط له نكهه فانيليا، او ممكن عود قرفة خشب او فصين هيل اللي هو الحبهان لو بنحب النكهة بتاعته في الحلويات. انا بحب الفانيليا فحطيت كيس فانيليا او ممكن ربع فانيليا سائلة. المهم ان انا اول ما احط النكهة بتاعتي بطفي النار عشان خاطر النكهة بتاعتها تفضل في الشربات، واسيبه بقى لغاية ما يبرد واروح اجهز التحلية بتاعتي. هجيب كده طبق وهحط فيه علبة من القشطة اللي هي في السوبر ماركت، ما ينفعش خالص في الوصفة دي القشطة بتاعت وش اللبن، لازم القشطة الجاهزة اللي في المحلات دي. علبة القشطة دي وزنها 170 جرام، هفضيها كلها في الطبق ده، ومش لازم خالص الوزن ده، ممكن اجيب اقل، بس هكمل بقى بقية الحاجات اللي انا هحطها هتبقى اقل طبعا. حط ربع معلقة صغيرة كده على طرف المعلقة من الملح، وهحط كمان معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، اقلبهم بقى كويس كده بالمعلقه. احلى حاجه فيها انها مش هتحتاج بقى العجن كتير ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. خلاص قلبتهم. عندي هنا بقى كوبايه من الدقيق، ممكن احتاجها كلها وممكن احتاج اقل ممكن احتاج اكتر، ده بيرجع لحجم علبه القشطه اللي حطيتيها. انا بحب احط الحاجه تدريجي شويه بشويه وازود براحتي علشان ما احتاجش ان انا ازود حاجه بعد كده عشان ابقى ماشيه على المقدار مظبوط، فانا بحط شويه بشويه لغايه ما اشوف انا هحتاج قد ايه. حطيت الاول الكوبايه بس سبت منها شويه، ما حطيتهاش كلها، وهقلب شويه كده الاول بالمعلقه قبل ما الم العجينه بايدي. طبعا هي بتكون ملزقه جدا، هزود بقى بقيه كوبايه الدقيق وهقلب تاني لغاية برضو ما اشوفها هتحتاج اكتر ولا خلاص هتلم معايا وتبقى عجينة طرية بكده وخلاص. افضل الم كده، هي بتكون عجينة طرية بس مش بتلزق. انا لقيتها محتاجة ان انا ازود لها شوية دقيق كمان، فجبت نص كوباية، يعني اجمالي الدقيق اللي انا حطيته كوباية ونص. كل نوع دقيق بيختلف عن التاني، فعشان كده نحط شوية، نبدأ الأول بكوباية ونشوف هنزود ربع هنزود نص هنزود معلقتين على حسب ما العجينة تلم معايا وتبقى طرية ومش بتلزق ومنضفة لي الطبق ومنضفة ايدي. يدوب ألم بس كده بالشكل ده، هلاقيها بتتلم معايا بسرعة وسهلة خالص. الطبق اهو بدأ ينضف معايا والعجينة بدأت تتلم، عجينها بقى لغاية ما تطرى كده وتبقى عجينة ملساء وناعمة بالشكل ده، شايفين طرية قوي قوي وجميلة بس مش بتلزق، هو ده كده المطلوب. هشتغل فيها على طول، لو عندك وقت سيبيها ترتاح 10 دقايق، لو مستعجلة عادي جدا اشتغلي بيها على طول. هجيب النشابة وهبتدي ان انا افردها، وعلى فكرة هي سهلة خالص، اقدر ان انا افردها بايدي مفيش مشكلة. ولو مش عندي المفرش السيليكون ده بحط على الرخامة، بفتح كيسين من اكياس التلاجة وبحط ما بينهم العجينة وبفردها، بتتفرد معايا بسرعة جدا. فردتها بسمك يعني ايه نص سنتي، ما كنتش تخينة قوي ولا رفيعة قوي.
هجيب بقى اي قطاعة عندي، او مثلا كوباية القهوة دي الاستكانة اللي بشرب فيها القهوة، هقطع بيها اي كوباية صغيرة يكون الفتحة بتاعتها صغيرة مش كبيرة. وزي ما قلت لكم ممكن كمان قطعات البسكوت نعمل بيها اشكال لو حابين وعندنا وقت ومش مستعجلين. هقطعها كده دواير بالشكل ده عشان تطلع كلها مقاس واحد. تمام، الزيادة دي طبعا هشيلها، بس مش هرميها يعني، هشيلها والمها كده على بعضها تاني وارجع تاني افردها واقطعها برضو. شايفين القطعة سمكها حلو قوي، مش تخينة ومش رفيعة عشان ما تبقاش ناشفة كده محجرة ولا طرية مفرولة. ادي القطعة اللي انا لميتها على بعض، برضو هفردها معايا كده بالشكل ده، هتتفرد معايا عادي جدا سهلة وزي القطعة الاولانية بالظبط. برضو اقطعها بنفس الطريقة، والزيادة برضو المها واعملها يعني لغاية ما ايه العجينة كلها ايه تخلص كده معايا بالشكل ده. وبعدين اروح بقى اسويها. الحلو فيها ان هي هتستوي بدون فرن، سهله كده على البوتاجاز من فوق وسريعه. جيب الطاسه وحطيت فيها كده زيت وسيبته لغايه ما سخن، بس ما يكونش سخن قوي يعني، سخن بس مش قوي. وابتدي ارص فيها بقى ايه الحلوه بتاعتي او التحليه بتاعتي، واحاول ما احطش كتير في الطاسه عشان خاطر ما تلزقش. هي مش هتلزق ولا حاجه، بس يعني عشان تاخد راحتها ايه في التسويه. اول ما تبتدي بقى ان هي تستوي، هي اول ما بحطها في الزيت بتكون نازله تحت في الطاسه بالشكل ده، اول ما بتبتدي تستوي بتقب بقى كده على وش الزيت ويبقى شكلها كده. ده دليل نجاحها ان هي خفيفه كده من جوه مش شاربه زيت. فهسيبها بقى لغايه ما ايه تبتدي ان هي تاخد لون دهبي، اقلبها ايه على الوش التاني. بدات اهي تلون معايا، احاول بقى اقلب فيها يمين وشمال ما سيبهاش عشان خاطر كلها تاخد لون واحد كده، متبقاش حته فاتحه وحته غامقه. بعد ما خدت معايا بقى اللون الذهبي ده خلاص الشربات جنبي، هطلعها من الزيت على طول على الشربات. لونها ذهبي وجميله ومقرمشه كده من بره وحلوه قوي. اقلبها في الشربات واحاول ما اشيلهاش من الشربات على طول، اسيبها فتره كده في الشربات علشان خاطر تشرب الشربات كويس جدا، يبقى من جواها كده ايه معسله وجميله. اجيب بقى بقيه الكميه اللي عندي واحطها برضو في الطاسه واعملها بنفس المعامله. طلع دي بقى من الشربات، شايفين شكلها تحفه وحلوه قوي وريحتها جميله، وشربه العسل او الشربات حلوه قوي. اطلع بقى بقيه الكميه، برضو شايفين خدت نفس اللون اهي عشان ما سبتهاش واقفه قدامها، وبرضو نفس الفكره ان انا اطلعها من الزيت انزلها على طول على الشربات واسيبها برضو شويه. كل ما هسيبها في الشربات كل ما هتبقى احلى واحلى. شايفين شكلها جميل تحفه، وعملنا طبق حلويات كده سهل وسريع في 5 دقايق، ما خدش وقت خالص. شايفين من جوه هي من بره واخده لون ذهبي وفيها قرمشه، ومن جوه قلبها فاتح وطريه وجميله جدا. ممكن نقدمها كده ساده، وممكن نحطها مثلا في ورق الكوب كيك، نحط قطعتين او ثلاثه للضيوف، وممكن نحط عليها على الوش مثلا مكسرات مجروشه، او ممكن صوص شوكولاته او صوص كراميل، او ممكن نستبدلها بجوز هند، عادي بقى حسب ايه الرغبه. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم قوي، انا متاكده باذن الله. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.